بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين مع بعض في البروجكت بتاعنا بعد ما عملنا اللي اوت بتاعنا او الشكل الخارجي. عاوزين نعمل جوه الرو بتاع الريكتانجل ده، نعمل جوه الصفوف دي. هنعملها عن طريق الفليكس بوكس. هنعمل عنصرين عندنا، الايمج والاتنين باراجراف دول. اولا هنحتاج شوية صور، فتبحث في جوجل هنا هتلاقي طبعا صور كتير، فاحنا هنختار صورة الشخص ده ونبدأ ننفذ مع بعض. طيب تعالى عندنا على البروجكت بتاعنا، هتيجي فولدر بابليك هتحط جوه صورة الشخص ده، او ممكن تعمل فولدر تاني جوه وتحط فيه لو انت هتستخدم صور كتير. بس قلنا البابليك انا بقدر اوصل له مباشرة، فهنيجي هنا جوه الكلاس الرو التاني بتاعنا اللي هو الريكتانجل، ونحط جوه ديف. الديف دي هتكون عبارة عن فليكس بوكس، يعني نحط عنصرين جنب بعض. طب ليه فليكس بوكس؟ عشان هنحط عنصرين جنب بعض. هنيجي هنا نقول له دي فليكس، يعني خلين الاتنين جنب بعض. اول عنصر عندي هيبقى عبارة عن ايمج اي ام جي، طبعا سيلف كلوز هنديها هنا الت اي حاجة طبعا دلوقتي. وهنا الاس ار سي اللي هو مصدر الصورة، هنكتب اسم الصورة مباشرة لانها موجودة جوه فولدر البابليك، هنقول له بي واحد دوت جي بي جي. تمام، تعال نشوف النتيجة. طبعا الصورة بتاعتنا كبيرة، احنا عاملين كلاس بالسي اس اس اسمه ايمج افاتار او اي ام جي افاتار، بيدي للصورة بس ويدث وهايت وبوردر ريديس عشان تبقى شكلها لطيف مش اكتر. ممكن نعمل الستايل ده هنا جوه ال HTML، لان انا يعتبر دلوقتي بكتب كود بوت ستراب عادي جدا، مفيش فيه اي جديد. طبعا هنا لازق هنا في الكلام ده في الحواف، مفيش اي عملية بادنج خالص. فبرضو احنا ممكن في كذا ليها كذا حل، يعني ممكن نيجي هنا وندي بادنج وليكن 2 ولا 3 ولا حاجة. فنلاحظ هنا ان احنا خدنا دي كده، عملنا الصورة ده اول عنصر عندنا. العنصر التاني هيبقى ديف جواه 2 باراجراف، فالاتنين دول هيبقوا موازيين لبعض او قصاد بعض يعني. فهنيجي هنا نقول باراجراف، الباراجراف الاول في اسم الشخص هنقول مثلا محمد علي، والباراجراف التاني في الميعاد بتاع الشخص ده اللي انا هقابله فيه. مثلا هنيجي نقول بس هنقول مثلا الخامسة مساء او اي قيمة طبعا انا عاوزها، ولكن هنيجي هنا نلاحظ ان دي كده كبيرة ودي كده كبيرة. فانا هعمل حاجة، هنيجي هنا عند الاسم ده هنديله كلاس اللي هو نخليه ديسبلاي ان لاين، عشان طبعا انت عارف ديسبلاي ان لاين وان بلوك والكلام ده كله شغل سي اس اس عادي جدا. فاحنا هنيجي هنا نقول له ديسبلاي انلاين، وهنيجي هنا برضو عشان بس اقرب المسافات اللي بينهم، يعني لما بقول عشان المسافات ما تبقاش كبيره. فهو فعلا عمل لي ده. الاحجام عندي طبعا في البوت ستراب الكلاس اللي اسمه اف اس اللي هو الفونت سايز، هقول له اف اس مثلا هنا وليكن 5، يعني الحجم بتاعي 5 او حجم الخط، او واجي هنا اقول له 6، طبعا 6 اصغر من 5. تمام، هنلاحظ الشكل ده كده تقريبا هو نفس الشكل، ولكن محتاجين ان احنا ندي مسافة بين الكلام ده والصورة. فالكلام ده موجود فين؟ موجود جوه الديف ده. هنيجي هنا اهو، محتاجين ندي مثلا بادنج اكس اللي هو اكس اللي هو المحور الافقي يمين وشمال، وليكن مثلا 3 او 2 على حسب اهو. محتاج ان انا اكبر فونت ده شويه او اصغر ده شويه. انا مستخدم الكلاسات الجاهزه اللي هي الاف اس. انت بقى ممكن تعمل كلاس تدي فيه الفونت اللي انت عاوزه، زي مثلا الفونت اللي احنا عاملينه 20 بكسل على حسب المطلوب منك، فدي حريتك انت الشخصيه. فده كده هي دي باختصار شديد الديف اللي بتعمل لي الصف بتاعي. طب عاوزين نيجي هنا نعمل البوردر بتاعنا، البوردر باتوم. طبعا البوردر ممكن اعمله هنا سي اس اس، او نستخدم على طول الكلاس الجاهز اللي هو البوردر داش باتوم. هلاحظ هنا مفيش اي حاجه اتعملت، يعني احنا عاوزين نعمل بوردر زي ده ما اتعملش. طب يا ترى ليه؟ لان انا استخدمته في الريكتانجل ده كده، الجزء اللي فوق ده المربع نفسه، فانا بقول له اعمل لي بوردر على المربع الخارجي اللي هو الابيض ده، فبالتالي دي غلطه. فهاخد البوردر باتوم ده قط واحطه عند الديسبلاي فليكس. الديسبلاي فليكس دي باختصار اللي هي دي، فعمل لي هنا البوردر باتوم. لو انا عاوز اسيب حواف من اليمين والشمال، فهنديها مثلا ممكن مارجن اكس اللي هو يسيب مسافات يمين وشمال، مارجن اكس مثلا 3 او اي مسافه تانية بقى انت على حسب ما انت عاوز. لو دي مناسبه بالنسبه لك تمام، لو مش مناسبه تعمل اي حاجه تانية. طب انا عاوز اكرر الكلام ده، هنيجي عند الديسبلاي فليكس اهو اللي هو ده،
ونكرره بالشكل ده سيف. هنلاحظ عندنا طبعا الاتنين لازقين في بعض فده كده مش صح، فاحنا المفروض نيجي هنا عند الديسبلاي فليكس وممكن نسيب مارجن واي 2 مثلا، مسافة من فوق ومن تحت. فنلاحظ ان هو اول واحد ظبطها لي، اما الباقي لسه ما اتظبطش، فلان الباقي طبعا ما اتعملش. تمام، فاحنا هنشيل ده كده. طبعا انا هعمل واحدة بس، والمفروض بقى احنا بعد كده الكلام ده كله هنكرره. طيب كويس جدا ماشي، في حتة هنا كده المفروض في مسافة بين ده وبين ده، يعني الرول الاولاني. تعال عند الرول الاولاني، ممكن نسيب مثلا، ممكن نسيب مارجن واي 2، فسيبنا مسافة صغيرة اعتقد كده. اهو المسافة ظهرت، اعتقد كده نفس الديزاين ده تقريبا، لو في شوية اختلافات بسيطة في الالوان او في الاحجام مش قضية قوي يعني. تمام، طيب كده احنا خلصنا الديزاين بتاعنا. اخيرا عاوزين بقى نعرض الداتا. انا الداتا بتاعتي اللي بعرضها بتكون راجعالي على هيئة جيسون اوبجكت او اري معنى اصح. انا كنت في الدروس اللي فاتت عرضت الموقع اللي هو بتاع جيسون هولدر، جيسون بليس هولدر اللي هو الفيك اي بي اي، يعني اللي بيجيب لنا شكل الداتا بتاعتنا اللي راجعه، تكون راجعه على شكل اوبجكت زي ده كده، ولكن طبعا مكرر كتير. فاحنا حاليا دلوقتي لسه مش هنجيب داتا اونلاين، احنا كل هنعمله هنجيب اري فيها بيانات ونعرضها. طيب في طبعا كذا حل، اولا ان انا اعمل اري هنا عادي جدا، اجي هنا اقول له كونست مثلا، نقول بي ار اللي هي بيرسون يعني، ونديها دي ده كده اوبجكت، نخليه احنا عاوز اخليه اري، وجوه الاوبجكت ده هاجي اقول له الاي دي بتاعي يساوي مثلا 1 والنيم احمد، ونيجي هنا نقول له الديت اللي هو الميعاد، يعني اقول له مثلا 5 مساء، وهنا هنيجي نقول له الايمج اللي هي الاي ام جي، هنحط الاسم الصورة مباشرة اللي هو البي واحد دوت جي بيج جي بي جي اسف. تمام، ده كده array of object، ده كده object اولاني. فاحنا عاوزين نعمل شوية objectات. دي كده شكل الداتا او البيانات اللي بتكون راجعالي، فاحنا هنعتبر ان دي راجعالي. تمام، طبعا هنغير بس الاسامي، بدل احمد هنا هنقول محمد، وهنا هنقول دي كده اري، هعتبر ان هي جايه لي ومتخزنه هنا. فانا لما اقول له بي اي ار اللي هي بيرسون يعني، او خليها اكملها بيرسون، لما اقول له بيرسون دوت اي دي تمام، فبالتالي هيجيب لي رقم 1. طيب تعالى كده نجرب، انا هنا عاوز اقول له لديك مثلا، عاوز اجيب العدد بتاعي مش دي اري، فنيجي هنا هقول له ايه، نكتب قوسين لان احنا هنعمل الكود، هنيجي نقول له بيرسون دوت لينس، لينس طبعا معروفة اللي هي الطول، فهنيجي هنا نقول له لديك، طبعا الكلام ممكن ما يبقاش مظبوط بالعربي، هنرجع نظبطه تاني. طيب فهو هيجيب الطول هنا 1 2 3 4 5 5، هيقول لك هنا لديك 5 مواعيد، لو زودت واحد تاني يبقى 6 و7 وهكذا. تمام، طيب تعال هنا عند الاسم اللي هو محمد علي ده، انا عاوز اعرض الاسماء الحقيقيه الموجوده، هحط هنا قوسين زي كده، ونيجي نقول له بيرسون دوت مثلا نيم الاسم، ولكن دي ده كده الري، فانا عاوز اعرض اي واحد في دول، انا عاوز اعرض ده ولا ده ولا ده ولا ده، فبالتالي لازم اجي اقول له هنا ادي له رقم العنصر بتاعي، فاقول له دوت صفر اهو، فعرض لي احمد والخامسه مساء. طيب عاوزين نتاكد ان احنا الامور بتاعتنا مظبوطه، ففعلا هنا عرض لي حسن، والخامسه مساء دي جايه منين؟ جايه من هنا، فانا عاوز نفس الكلام اشيل دي واكتب بقى الكود اللي هو جافا سكريبت، بس طبعا بدل نيم هقول له ايه ديت، عرض لي الاوبجكت او العنصر رقم 0 عندي. تمام، عشان محطوطه جوه قوسين فهو هنا مديني غلط.
فجاب لي هنا الكلام ده صح. طب انا عاوز اعمل بقى عملية المابنج، يعني الجزء ده كده كله اعرضه، اعمل له عملية المابنج بتاعته. طيب كويس جدا، تعال الاول نعمل الكود ده. احنا الاول عاوزين نشوف لو الاوبجكت بتاعتنا فيها داتا نعرض له اللي هو الدرس اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، اللي هو بتاع ان احنا بنرندر بناء على كونديشن. فاحنا هنيجي نقول له لو البيرسون دوت لينس موجوده فهينفذ لنا كود معين اللي هو ده، كويس. لو مش موجوده هيريترن ايه؟ نل. طب الكود المعين ده اللي هو ايه؟ اللي هو ده. الكود المعين ان انا باجي هنا بقول له البيرسون دوت ماب، ليه؟ لان انا عاوز الف جواه. انا دلوقتي عندي 10 عناصر فمش هقعد اكررهم، لا انا عاوز ايه؟ الف جواه. تمام. طبعا كالعاده الماب بتاخد ار فانكشن، ونيجي هنا ده الكود اللي انا عاوز اكرر، اللي انا عاوز اكرره ايه باختصار شديد؟ ان انا عاوز اقول له ريتيرن رجع لي كود جي اس اكس ده. ولكن هنا بقى انا بقى بدل قلنا الايتم دي بتبقى جوه البيرسون، فانا هاجي هنا اقول له ايتم دوت نيم، كويس، وهنا ايتم دوت ديت. طبعا مش هقول له ارقام، مش هقول له دوت صفر ولا دوت زيرو ليه ولا دوت واحد ولا دوت الكلام ده كله، لان هو الماب بتلف عليها من اولها لاخرها، فهو هيشوف لو فيها بيانات كويس هيعرضها لي، لو ما فيهاش بيانات هيرجع لي نل، يعني مش هيعرض حاجه. فبالتالي عرض لي حسن محمد علي وبنفس الصوره مفيش مشكله. فكده اعتقد عملنا حتة ان احنا نعرض بالرندر. طب عظيم اوي. في حاجة تانية عاوز اقول عليها، مثلا انا هنا في حالة لو ما عنديش بيانات عاوز اعرض h2، هقول لا يوجد عيد اليوم. وممكن مثلا يعني طبعا يفضل ان انت في الحالات اللي زي دي تعمل كومبوننت منفصل وتدي له ستايلاتك وتدي له حاجتك وتقول له ان مفيش داتا موجودة النهاردة، بس احنا بنعمل حاجه بسيطه. طبعا ده مش هيظهر، ليه؟ لان احنا عندنا بيانات. فبالتالي لو جيت مثلا الاري دي جيت فضيتها خدت اللي جواها ده كده قط، فكده الاري بتاعتنا فاضيه. فقال لي لا يوجد مواعيد اليوم. عاوز بقى تدي ليه لا يوجد مواعيد اليوم دي؟ ممكن نخليها تكست سنتر، يعني خلي لي الكلام في النص اهو، او بقى تديها اي حاجه تانية. وطبعا قال لك هنا لديك صفر مواعيد. طب هو جاب الصفر دي منين؟ من هنا. لما جينا ان احنا نعمل كاونت ليها البيرسون دوت لينس هنا صفر. تمام. طيب تعالى نرجع الكود بتاعنا تاني كده هيعرض لنا الكلام ده. طب انا عاوز الزرار ده لما ادوس عليه يعرض لي البيانات، والزرار ده لما ادوس عليه يعمل لي مسح البيانات. بس قبل كده الكود بتاعنا ده كده عك عك ازاي؟ احنا كاتبين كل حاجه في ملف الاب وده غلط، يعني المفروض الداتا بتاعتي دي جايه لي من مكان اونلاين. تمام. فالكود ده تاني بكرر المفروض ان انا ما اشتغلش بيه بالطريقه دي كده. انا كاتب كل حاجه في ملف الاب، اي حد هيجي يبص على البروجكت بتاعي هيحس ان انا الامور تايهه مني جدا. طيب فالمفروض ان احنا ننظم الشكل بتاعنا او ننظم الكود بتاعنا، والكود ما يبقاش طويل جي اس اكس زي كده، والاري بتاعتنا ما تبقاش بالطريقه دي كده، ونستخدم بقى الحاجات اللي احنا اتعلمناها، نستخدم الكومبوننت، نعمل اكتر من كومبوننت، نستخدم موضوع البروبس، نمرر البروبس بتاعتنا، نستخدم موضوع الهوكس اليوز ستيت بتاعتنا عشان نشغل زرار مسح البيانات وعرض البيانات. فكده احنا عملنا باختصار شديد ديزاين، وعملنا عرض البيانات، وعملنا حته الكونديشنال ريندر اللي هو احنا بنعرض البيانات بناء على هل متاح عندي بيانات في الاري ولا لا، وعملنا الماب بتاعتنا. الكلام ده كله انا باجي هنا بعمل قوسين زي كده. لو مش متذكر راجع الدروس الاولى وراجع القسم اللي هو بتاع اساسيات الرياكت، هتلاقينا شرحنا الكلام ده كله بالتفصيل الممل، وطبعا لسه هنطبقه كتير وهنشرحه اكتر واكتر. طيب في الدرس اللي جاي ان شاء الله هننهي البروجكت ده.